في أخبار رياضة، تشيع عصر اليوم جنازة الراحل قدور بخلوفي اللاعب السابق في صفوف جبهة التحرير الوطني لكرة القدم عن عمر نهز 85 عاما. وكان الراحل قد توفي عشية أمس بعد معاناته مع مرض عضال ألزمه الفراش منذ مدة. جنازة الفقيد ستشيع عصر اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران انطلاقا من مقر سكناه بنهج الدكتور بن زرجب بوسط مدينة وهران. الشعب الجزائري قاعد تهول عليه والحق مازال دروك الساعه اللي درت عنده قام يجوا من كل القطر، منهم الاخ تاعها سعيد عماره تاع فريق جبل التحرير. تادي احنا ثاني اوني فيير دو لوي زعما خلانا الحمد لله لو بليز امبورطون دار قال الواجب تاعي دار دي شوز فريمون الحمد لله. الناس هي شاهده بشي احنا نشاهدوا وما مشاهدين علينا، احنا خاطينا وما مشاهدين علينا. كان لينا حاجه كبيره وهي سيتي لو بيني تاع الدار و سيتي ان بير ان فرير كلشي كلشي ان امي كان ما خصنا والو معاه. ايوا ربي سبحانه يفاني ساتوندر ا سو جور و من ودا امانته والله يرحمه. شنو نقول الله يرحمه ويوسع عليه. قدور يعني بخلوفي المرحوم واحد من احسن الشخصيات على المستوى الوطني وشرف يعني جبهه التحرير الوطني، اعطى الوجه الحقيقي لكره القدم. ونقول لك نم قرير العين سيد المحترم المرحوم، فانت حي في قلوبنا. وقدور كما نعرف يعرفوا العام والخاص، اعطى لمدينه وهران، اعطى للرياضه، اعطى لابناء المدينه. ف نقول باللي هاد الناس يعني اليوم جا السيد عماره، جا كروم، جاوا كل الزملاء نتاعو يعني، ويعني اليوم نبكي فواحد من احسن الشخصيات.